ابن المدينة لهذه المباراة. الكرة تلعب سريعة، بتعود خطرة بتعدي إلى ضربة المرمى لمصلحة فريق المصلحة العندليب. عاصم أبي الرقم 11 قادم من المدينة لهذه المواجهة والمباراة الدور الثمانية في بطولة الاتحاد. الكرة واصلة لمصلحة فريق المصلحة العندليب. العندليب يلعبها بهذه الوضعية، محاولة المصلحة العندليب بتلعب قوية، بتبعد براسية في المباراة وعدم انتظار هذه المباراة لاستغراق الوقت. الكرة بتلعب سريعة، موسى صديق يسجل هدف التعديل الان للعدلين. هي ستلعب الكره بتلعب سريعه، عدت الكره الى مرمى المرمى. الكره فيها محاوله اتلعبت سريعه وابعدت النقله، عادت مع الجهه اليمنى تجاري اثنين الاستلام بيبعد الكره. العدلي عادت قويه، العدلي هذا الجديد اللي يلعب على الحديد يعدل النتيجة. يقولون بأن شوط المباراة الثاني له علاقة بين أقدام اللاعبين وأفكار المدرب. عن الخسارة والمغادرة من بطولة الاتحاد في لقاء دور الثمانية. الكرة فيها محاولة دحمي بتمريرة مصلحة النجوم، المحاولة من دحمي بتلعب الكرة عالية بتعود من جليل الان مع الجهة اليمنى، ضغط على حامل الكرة، العرضية خلفية علي أبكر والاستدارة، الله على تجاري زين، هدف التعديل لمصلحة النجوم. كرة الاثنين اثنين.